لدينا جماهير الشرطة، نادي الشرطة العراقي ضربت أروع الأمثلة بال يعني هم ما يسموه تيفو أو داخلة مثل ما يقولون. جماهير الشرطة تفي بالوعد في كل مناسبة. علي ولي الله، هذه هي الجدارية أو التيفو اللي تم رفعه في ملعب الشعب الدولي في المباراة التي جمعت نادي الشرطة ونادي الطلبة، وانتهت بفوز الشرطة. مبارك للشرطة وهارد لك للطلبة. ولكن مثل ما شاهدتوا، علي ولي الله بآلاف مؤلفة من الجماهير في ملعب الشعب الدولي رفعت هذه اللافتة. شكرا لجماهير الشرطة، شكرا أيضا لكل اللي ساهموا في هذا الموضوع. ودائما ما تعودنا من جماهير الشرطة أنه أجمل الدخلات وأجمل اللافتات يتم رفعها بالملعب. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. وأكيد جماهير الشرطة دائما ما يكونون في الموعد. التعليق الأول من حيدر يقول: لوحة رائعة تجسد معاني الحب والولاء لإمامنا وشفيعنا أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام في أيام عيد الغدير الأغر، بارك الله بكم. التعليق اللي بعده من محمد صلاح الخفاج يقول: فخر لكل شخص يلعب بالشرطة، وفخر لكل شخص يشجعه هيج جمهور عظيم وراقي، جمهور القيثارة الأول بالعراق. أعتقد محمد صلاح هو أحد لاعبين الشرطة بكرة السلة، ولكن جماهير الشرطة فعلا كانت لهم يعني لوحة جميلة جدا. ونتمنى أن يتم حذو جماهير الشرطة من قبل جميع المشجعين في الملاعب برفع مثل هكذا لافتات. باقر يقول: أنا ما أشجع أي نادي من الدوري العراقي، بس الشرطة أقرب إلي، أتمنى يأخذون الدوري، وأنا حتى ما أشجعهم وما شايف ولا لعبة منهم. يقول: أنا ما أشجعهم ولا شايف لعبة لهم، بس أتمنى يأخذون الدوري على اللافتة اللي رفعوها. أكيد نادي الشرطة العراقي حاليا هو متصدر جدول الترتيب، وباقي له 4 مباريات، وإن شاء الله بالمباريات القادمة نلقي لافتات أحلى وأحلى. تعليقنا الأخير من منتظر عباسي يقول: الشرطة للتربية والتعليم. ويجيك واحد يقول لك: ليش تشجع الشرطة؟ ما أعرف. إذا أجاك واحد وقال لك: ليش تشجع الشرطة؟ قال له: ما لك علاقة، أقلها الشرطة سووا شغلة حلوة بالملعب ورفعوا اللافتة اللي هي علي ولي الله. ودائما ما جماهير الشرطة تفي بالوعد في كل مناسبة.